السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هبدأ سلسلة جديدة، وهي السلسلة هتكلم عن أوبن سي في وشرح لي من البداية خالص إن شاء الله، وهبدأ أمشي بأمثلة بسيطة وهستمر في السلسلة دي إن شاء الله يعني فترة طويلة. أنا مش ناوي أخلصها، يعني مش ناوي أقفلها، يعني بمعنى أصح أنا عايز أستمر فيها حتى إن إحنا نوصل نعمل ماشين ليرنينج بالاوبن سي في. اول حاجه، ليه احنا بنتعلم اوبن سي في اصلا؟ اشمعنى الاوبن سي في بنتعلمه، او ايه اهميته في الدنيا؟ يعني الاوبن سي في اول حاجه هو اصلا لايبراري عملتها شركه انتل سنه 1999، وطلعت اول نسخه منها سنه 2000. الاوبن سي في بدأ شهرته في 2005 لما كسب اللي هو الداربا جراند تشالنج داون. دي كان مسابقة فيها مركبات بتعمل نوع من الكمبيوتر فيجن والذكاء الصناعي. وداربا اللي معرفش هي شركة مدنية أمريكية مسؤولة عن الأبحاث التكنولوجية بتاعت الجيش الأمريكي. واللي ما يعرفش برضو الشركة لأبحاث الجيش الأمريكي داربا دي عملت تكنولوجيات كتيرة جدا وطورت حاجات كتيرة جدا. على سبيل المثال الحصر يعني الـ FPGA تكنولوجي هما اللي اخترعوها. طيب يعني ايه Open CV؟ Open اللي هو معناه ان هي Open Source، يعني مفتوح المصدر، يعني فري، موجود للناس، الكود بتاعه موجود، ممكن حضرتك تخش تعمل كنتربيوت وتطور البرنامج، تستعمله زي ما انت عايز، تخش بيه في مشاريع تجارية او غير تجارية، فهو open. و سي في اختصار كمبيوتر فيجن، تمام. فهو في الاصل اداة بتساهم في الكمبيوتر فيجن او الرؤية بالحاسوب يعني، وشغالة في العديد من الشركات وحتى المشاريع التخرج بتاعت الطلبة وفي الجامعات والشغل الأكاديمي واتجاهات كتيرة جدا. يعني مفيش حد تقريبا بيشتغل في مجال الكمبيوتر فيجن بيستغنى عن الأوبن سي في. ليه؟ إيه اللي خلى الموضوع بقى كده؟ أولا هو أداة قوية جدا، في مميزات كتيرة، من أولها إن هو كومباتبل مع كذا لغة، يعني له انترفيس مع سي بلس بلس، ده أساسا اللغة اللي هو مكتوب بيها، وله أي بي أي بايثون اللي هو برضو اللي احنا هنشتغل عليه، وفي جافا وفي جافا سكريبت وفي حاجات كتيرة جدا. بيقدر يشتغل مع أنظمة التشغيل كلها اللي موجودة زي الويندوز، اللينوكس، الأو إس اللي هو بتاع الماك، الأندرويد، بيشتغل على الأي أو إس اللي هو بتاع برضه الأيفون، وأي حتى الإمبيدد سيستمز والأنظمة الصغيرة اللي هي حاطة على الأجهزة الصغيرة ممكن يشتغل عليها الأوبن سي في. خفيف سريع، له كومباتيبلتي مع الكودا. الكودا اللي ما يعرفش الكودا هي لايبراري بتخلي الكومبايلنج بتاع او التريننج بتاع بتاع الماشين ليرنينج الجوريزمز يشتغل على الجي بي يو بتاع نيفيديا. اوبن سي ال برضو لايبرري مشهوره جدا في الجرافيك وكده. طبعا هو كومباتبل مع الجي بي يو طبعا بسبب موضوع الكودا، واي جي بي يو تاني حتى مش شرط يكون نيفيديا. ده بيخلي الشركات لما بتيجي تشتغل بتعمل ايه؟ الشركات بتبدا تعمل موديولينج على البايثون، تبدا تصمم الالجوريزم اللي هي عايزه تشتغل بيه، تبدا تعمل تجارب على البايثون نظرا ان البايثون سهل، السينتكس بتاعته سهله، سهل ان انت تقدر تشوف الريزلتس بسهوله، تعدل جزء ما انت عملتش، تعمل كومبايل للكود كله، لا انت بس بتران لاين باي لاين عشان هو سكريبتنج لانجوج. فبيسهل، فان انت تعمل موديولينج عليه سهل. بعد كده طبعا بعد ما البرودكت بالنسبه لهم بيبقى كويس او كامل، بيبدا يحول الكود بتاع البايثون الى كود سي بلس بلس، وفي الطريقه دي يقدر يطلع برودكت يقدر يبيعه كمنتج يعني. فبالتالي شركات كتيره جدا بتعتمد عليه. ميزه الاوبن سي في ان هو كومباتبل مع الماتلاب، يعني مش اللي هو يعني بيكتب بطريقه الماتلاب، وفي لايبرز كتيره جدا من اللي موجوده في الماتلاب موجوده هو في فري. هو بيكتب برضه بيعتمد على النامباي لايبراري، عشان كده تقدر تكتب بيه زي الماتلاب ستايل سينتكس، يعني اللي هو لما تيجي تكتب الماتريكس تقدر تكتبها بالطريقه اللي بتكتبها جوه الماتلاب.
في حاجات كتيرة جدا هو بيوفرها. وبالتالي الأكاديميك، الناس الأكاديميك بيقدروا يشتغلوا عليه، إن هم اللي متعودين يشتغلوا على الماتلاب يعني. طبعا في الفيجواليزيشن برضه هو كومباتبل برضه مع الساي باي لايبراري والمات بلوت لايبراري، ودي كلها حاجات مشهورة، لايبراريز مشهورة جدا والناس بتعتمد عليها، وبالتالي هو بيسهل على الناس حاجات كتير قوي. تمام، فعشان كده احنا بنبدأ يعني الاوبن سي في ده من الحاجات المشهورة، اي حد ناوي يتعامل في مجال الكمبيوتر فيجن لازم ان هو يعتمد على الاوبن سي في وتعلمه ويبقى كويس. طبعا احنا نبدأ فيه بالبايثون، وعشان كده لازم يعني حاجة كبري ريكويرمنت للكورس اللي احنا هنشرحه دون، لازم حضرتك تكون عارف بايثون كويس بما فيها، يعني مش هقول لك ان انت بتكتب اوبجكت اورينتد كود، لكن على الاقل تبقى فاهم يعني ايه اوبجكت اورينتد كود، بحيث ان كل اللايبريز او كل الحاجات اللي جوه الاوبن سي في عبارة عن كلاسز، فانت لازم تفهم ان ده كلاس وان دي فانكشن، لازم الكلام ده كله تكون قادر تفرق. طب هتعلم الكلام ده ازاي؟ انا ما عملتش شرح البايثون او الكلام دون، لكن في ناس كتير عملت، انا هرشح واحد منهم في كورس اللي هو موجود فري على يوديمي، كورس فري على طول مجانا ما بيبقاش بفلوس عمره. حضرتك كل اللي هتعمله ان انت هتخش تعمل اكونت، لو انت ما عندكش اكونت تعمل ساين اب وتعمل الاكونت، وتخش بعد كده تعمل انرول للايه الكورس، احط لك اللينك تحت تحت الفيديو في الديسكريبشن بتاع الفيديو، تقدر تخش تاخد الكورس. الكورس عبارة عن ايه؟ الكورس اولا عامله المهندس حازم اساسا، اللي هو هيبقى الدكتور حازم قريب. مهندس حازم كان معيد في هندسة حاسبات جامعة حلوان، وحاليا هو بي اتش دي ستودنت، طالب دكتوراه يعني في احد جامعات فرنسا. عمل الكورس ده مجانا عشان خاطر البايثون اساسا، وبعد كده المفروض انه بيخش في الماشين ليرنينج. للاسف الكورس دلوقتي ما اكتملش نظرا لانشغاله في البي اتش دي، لكن المهندس احمد فتحي وهو برضه معيد في جامعة عين شمس برضه في هندسة الحاسبات كمل جزء منه، فبالتالي انت هتلاقي الكورس يعني مش متكامل قوي، لكن هو هيغطي الجزء بتاع البايثون تغطية كاملة، ده اللي انا محتاجك تتعلمه من الكورس. فانت لو انت ما تعرفش بايثون يبقى انت محتاج تخش تاخد الكورس دون، كورس زي ما قلت لك فري، مدته مش كبيرة قوي يعني، هو حوالي 10 ساعات بما فيهم الجزء بتاع النيورال نيتوركس اللي انا مش محتاجك تاخده دلوقتي، ممكن احنا نبقى نتكلم عنه بعدين، لكن انا على الاقل عايزك تاخد اللي هم الثري سيكشنز دول، اللي هو الانترودكشن تو بايثون والنمباي، الجزء بتاع النمباي ده. تمام، طبعا الكورس زي ما انت شايف كده هو الجزء الانترودكشن ده كلام عام وبيشرح لك الموضوع وليه يوديمي ويعني ايه ديب ليرنينج يعني ايه ماشين ليرنينج، كل ده كلام ظريف. بعد كده بتخش تاخد الجزء اللي هو بتاع بقى البايثون، تتعلم بايثون بكل حاجة بقى كل تفاصيلها اهو، لحد الاوبجكت اورينتد برضه هيعلمك يعني ايه كلاس، وتعمل كلاس صغير كده وتتعلم فيه. انا نفسي خدت الكورس ده وتعلمت منه كتير بصراحة. بعد كده في جزء اللي هو بتاع النام باي والبانداز، هو ما شرحش ما كملش بحاجة بعد النام باي، بس هو شرح النام باي وده الجزء اللي انا عايزه تاخده، يعني البانداز مش هنستعملها. المات بلوت برضو احنا ممكن نتكلم عنها احنا في الشرح بتاعنا، وسي بورن برضو دي لايبراري في الـ برضو من اللايبراريز اللي بترسم في البايثون. بعد كده ده الجزء ده بتاع النيورال نيتوركس، ده بالنسبة لي انا مش مهم ان انت تاخده، اهم حاجة ان انت تكون مخلص الجزء بتاع البايثون والجزء بتاع النمباي لايبراري. تمام، هحط لك لينك الفيديو ده، اللينك بتاع الشرح ده ان شاء الله تحت الفيديو. تمام، طيب لو انت خدت الجزء ده او انت بتعرف بقى بايثون وبتعرف نمباي فعايز تشتغل معايا الكورس ده، وانت تبدأ بقى تيجي معايا هنا. اول حاجة الاوبن سي في من مميزاتها ان هي ليها توتوريال كويس جدا، هو ده اللي احنا فاتحينه دون، كل اللي عليك ان انت تكتب اوبن سي في بايثون، عشان طبعا عشان ما يفتحلكش الجزء بتاع السي بلس بلس، فهتلاقي اول لينك ده هيطلع لك ده اهو اللي هو اللي انا فاتحه دون، ممكن ده تقلب انت في التوتوريال دون وتقرا منه وتتعلم. لو ما بتحبش بقى الموضوع القرايه ده ركز معايا، وان شاء الله في الفيديو هنشرح امثله، في الفيديوهات انا هشرح امثله كتيره وهنتقدم في الموضوع ان شاء الله. طيب اول حاجه عايزين نعمل انستول للاوبن سي في عشان نشتغل بيه، فطبعا انت قدامك خيارين، لو انت شغال على لينوكس او شغال على ويندوز. لو انت شغال على ويندوز انا شخصيا برشح لك
ان انت تستعمل الاناكوندا. والاناكوندا اللي ما يعرفهاش هي عبارة عن انفايرومنت كاملة فيها، بتنزل معاها البايثون، بتنزل معاها اغلب الباكجز اللي بتستخدم في مجال الداتا ساينس عامة، بينزل منها كذا فيرجن. كل ما عليك ان انت هتخش تعمل اكتب بس كده على جوجل، تكتب اناكوندا بايثون بس، اول لينك هيطلع لك هو اللينك اللي انا فاتحه دون. هتخش على داونلود اناكوندا، هتفتح دون زي ما انت شايف كده، هتلاقي ايه، هتلاقي الداونلود فيه نسخة للويندوز، فيه نسخة للماك لو انت ماك، فيه نسخة للينوكس لو انت برضو لسه جديد في الموضوع خالص. برضو في لينوكس انصحك ان انت برضو تشتغل على الاناكوندا. في نسخة للبايثون 2.7 اللي عايز يشتغل 2.7، احنا هنشتغل 3.5 او فيما فوق، ففي نسخة 3.5 3.7 هنا. لو انت عايز اكتر من عايز فيرجنز تانية، انا مثلا انصحك تنزل 3.6 او 3.5. ممكن تخش هنا باكج انكلودد، انا كنت دي هتدوس عليها، تفتح لك وتختار منها الايه الباكج اللي انت عايزها. تمام. بعد ما هنتعمل انستول طبعا هتنزل، يعني ايا كان بقى انت، او انت هتنزل معايا دي مثلا حتى 600 ميجا، فطبعا لازم يكون عندك نت كويس، ولازم تكون الجهاز عندك يعني في حاجة بتدعم الاستمرار، عشان خاطر بس ما تنزلش نسخة ناقصة او فيها مشكلة، هيسبب لك مشكلة بعد كده تلاقيه ما بيسطبش معاك. فسواء بقى انت على لينوكس او ويندوز هتسطب دون، او لو انت على بالنسبة يعني ويندوز انا ما انصحهمش بحاجة تانية غير الاناكوندا. بالنسبة للناس بتوع اللينوكس هبقى اشرح لهم بعدين ازاي يعملوا انستول لو هم مش عايزين يعملوا الاناكوندا. تمام. طيب بالنسبة للأناكوندا، لو أنت هتستعمل أناكوندا فأنت تفتح الأناكوندا، هتلاقي في حاجة اسمها أناكوندا نافيجيتور. بعد ما تعمل انستول هيطلع لك حاجة اسمها أناكوندا نافيجيتور، هتفتحها هيطلع لك المنظر ده بالظبط كده. ده الحاجات اللي الأناكوندا موجودة جوه الأناكوندا. الجوبيتر نوت بوك، وده برضو يعني زي اي دي اي كده، برضو تكتب عليه بايثون وبيظهر الريزلت تحت الكود اللي انت بتكتبه لاين باي لاين. وميزته ان هو بيسيف الحاجات دي في صورة جافا سكريبت فايل كده، فانت كل ما هتفتح الفايل هتلاقي الريزلت بتاعتك لسه محفوظة بشكلها زي ما هي، ما اتغيرتش. تمام. السبايدر، وده ان شاء الله هو الاي دي اللي انا هشتغل عليه، ده اي دي اي محترم جدا، شغال يعني معظم الناس اللي بتشتغل في الداتا ساينس بتشتغل على السبايدر او الجوبيتر يعني، يا ده. وفي هنا برضو الار ستوديو لو انت عايز تتعلم ار بعد كده، هتلاقي الار ستوديو ده هيساعدك برضو كتير. في طبعا كل دي حاجات تانية جوه، ممكن برضو بينزل دلوقتي معاه الفيجوال ستوديو كود لو انت بتحب، من عشاق الفيجوال ستوديو يعني. في برضو حاجة اسمها روديو ده برضو حاجة شبه السبايدر كتير قوي. تمام. طيب احنا بعد كده بعد ما هنسطب الاناكوندا وطلعت لنا ديا، يبقى انا اول حاجه هعمل لانش للسبايدر دون، او اعمل له انستول لو هو مش معمول له انستول. بعد كده عايز اعمل انستول للاوبن سي في، لان هو غالبا ما بيبقاش متسطب باي ديفولت يعني. فانت هتخش على انفايرومنت دي اللي هي في الشمال دي، وهتعمل وتخش هنا. طبعا يعني دايما الناس بتنصح ان انت تعمل كرييت، تدوس كرييت دي الاول، وتعمل نيو انفايرمنت ليك لنفسك يعني، اللي هي زي دي مثلا كده، وتحط فيها بقى اللايبرز اللي انت عايزها. او ممكن بالنسبه لنا احنا مش هنعمل انستول لحاجات كتيره يعني، فممكن تضيف الاوبن سي في على الروت عادي، اللي هو الديفولت انفايرمنت اللي موجوده مع الاناكوندا. طيب اول حاجه عايزين نتاكد ان اللايبرز اللي موجوده، فهتخش مثلا تقف على سيرش دي هنا، وتكتب نمباي، تتأكد ان هي موجوده هنا ومعمول لها معمول عليها التشيك الصح ده، وهتلاقي العلامه الخضراء دي جنبها، ده معناها ان هي انستولد. المات بلوت لايبراري لازم تكون موجوده، مات بلوت ليب تتأكد ان هي موجوده. وفي الاخر خالص الاوبن سي في تكتب سي في 2، تكتب سي في 2 هتظهر لك هنا، هتلاقي مش معمول عليها تشيك غالبا، هتعمل عليها تشيك وهتنزل تحت خالص في الجزء، في جزء مش ظاهر هنا في الشاشه، هتدوس ابلاي، هتلاقي الجزء ده ايه، هتلاقي اللايبراري اتعمل لها انستول. تمام. طيب ده بالنسبه للناس بتاعه الاناكوندا، سواء انت شغال على لينوكس او ويندوز. طيب لو انت شغال على لينوكس وعايز تعمل انستول،
الموضوع سهل خالص. هتخش اهو تعمل اول حاجه، لو انت مش عندك البيب البايثون بيب، هتعمل سودو ابت جيت انستول بايثون 3 داش بيب، تعمل سودو بيب 3 انستول داش داش ابجريد بيب عشان تعمل ابجريد للبيب. بعد كده سودو بيب انستول داش يو، وتحط بعد كده بقى كل اسامي اللايبريز اللي انت عايز تعمل لها ايه. احنا بالنسبه لنا زي ما قلت لك اهم حاجه النمباي البانداز والمات بلوت لايبراري، دول لازم تعمل لهم انستول. برضه هتعمل بعد كده السبايدر انستول، هتقوم عامل سودو بيب 3 انستول داش يو سبايدر، تمام. وفي بقى الاوبن سي في له كذا طريقه ان تعمله بيها انستول، بس انا ارشح لك الطريقه دي، هي الطريقه الاسهل، ولو ان هي الطريقه دي ان اوفيشال يعني، يعني النسخه دي في ناس مجتهدين كده ان هم يوفروها، لكن هو الطريقه الاصليه المفروض انت بتنزل الريبوزيتوري وتعمل بيلد وتخش في موضوع عميق شويه، فبلاش. انا انصحك ان انت تقوم عامل سودو بيب انستول داش يو اوبن سي في داش بايثون دي. احط لك برضو شويه ستور دول تحت في الديسكريبشن فيديو، عشان تقدر تضيف يعني تقدر بعد كده تضيف الاوبن سي في للانفايرمنت بتاعتك. بعد كده احنا لو عايزين نتاكد ان الكود بتاعنا شغال، فهتفتح اي اي دي اي، يعني وليكن مثلا انا هفتح اي دي اي مثلا، اي اي دي عندك تفتحه وتقول امبورت سي في 2، هتلاقيه عمل كده خلاص كده تمام. كده معناه ان هو الاوبن سي في اتسطب عندك وجاهز ان احنا ايه نشتغل بيه. دي كده ان شاء الله نهاية الفيديو، اتمنى ان كل الناس فهمت الحل اللي شرحناه، الناس تسطب الانفايرمنت وتكون جاهزة عشان تشتغل معايا بايدك. انا اتمنى ان الناس بعد اي حاجه فيديو هشرحه الناس تنزل الكود، كده كده الكود هحطه على الريبوزيتوري بتاعتي عشان برضو تقدر تعمله داونلود وتشوفه. الكود ده هيبقى كومنتد كله، هيبقى جاهز بحيث ان انت تقدر تشتغل عليه على طول، تقدر تفهم سطر بسطر ايه اللي مكتوب وكده. انا هشرحه وكده كده هتلاقي فيه كومنتات عليه عشان لو انت عايز برضو تراجع. انصحك ان انت تحاول تكتب الكود ده بايدك بعد ما تقراه كويس وتشوف الفيديو مرة ومرتين او زي ما انت عايز، وبعد كده تحاول تكتب الكود ده بايدك تاني عشان تعال انت حاول تغير انت في الكود، تشوف طب لو غيرنا دي هنعمل ايه، لو غيرنا دي هنعمل ايه، عشان تقدر تتعلم وتقدر تكون كويس معايا، ما تكتفيش بان انت تقعد تتفرج عليا يعني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.